السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. يوم راني جات معكم جوله في ايكيا. غادي ناخذ فكره على لا ديكوراسيون دانتيريور. صراحه عجبوني بزاف الطريقه كيفاش كينسقوا الالوان، ستيل ديال لي صالون، هذا لي كويزين. المهم داكشي عندهم زوين، وبعض المرات غتلقاوني شديت لكم حتى الاسمنه الناس اللي باغيين ياخذوا فكره على الاسمنه قبل من طبيعه الحال. ما غادي نجيبوا دوره في اولا جوله في ايكيا، غادي نشوفوا نوريكم واحد لي سباس دو جو. يعني الا جيتوا لهنايا عندكم وليدات تقريبا ديك 8 سنين لتحت، غادي كاين واحد لي سباس هنايا غادي تمثل لكم انكم تخليوهم يلعبوا تقريبا مده ساعه. كياخذوا من عندكم لا كارت ناسيونال ديالكم والبيانات ديالكم، من بعد كتخليو الوليد ديالكم واحد الساعه، ومن بعد كتجيو تريكيبيريو. يعني ساعه هي الماكسيموم ديالهم باش كيخليو فرصه لوليدات واحد اخرين حتى هما يلعبوا شويه، حيت عارفين اننا الجوله كتكون شويه طويله وبعض المرات الدراري كيملوا، يعني ما غاديش يكملوا معكم من الاول حتى الاخر. داكشي يمكن لكم انكم ترتاحوا منهم واحد السويعه ومن بعد تكملوا الجوله ديالكم كيف ما بغيتوا. بطبيعه الحال انا ما غاديش نكمل معكم اليوم كنهضر في الجوله من الاول حتى الاخر، ولكن الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه، وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وتخليوا لي الراي ديالكم في هذا الستيل ديال ايكيا. وحاجه واحده اخرى غادي نشارك معكم في الاخر ديال الفيديو، يعني ما نهضرش من الاول الفيديو حتى الاخر، ولكن غادي نهضر معكم في الاخر ديال الفيديو على الريستورون اللي كاين تما. يعني غنشارك معكم واحد المعلومه على الريستورون اللي الصراحه وغنعطيكم الراي ديالي فيه. يلا نخليكم مع الجوله ونتلاقاو في اخر الفيديو. عرفتيها كتبان بحال شي بيت خرج. علاش اصلا دايرين الزاج؟ صافي خليها هنا. دابا راه شحال من واحد جا كيغيو بدا
الو Thank you.
عاد في الدار تعرفهم شي بلاصه شي 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 Thank you.
تهزها تحطها في الماء بغيتي دير بيت الناس
خديتش الناس تبقى معايا حتى لاخر الفيديو ما تفاجئكم مره ديك ما كاين واحد لي سباس ديال الكافيتيريا او لا المهم هي كتجيو كتجيو كتشدو الصف كتشدو كتختارو لي غوطا لي بغيتي ولكن تجويدي روم كتجي كتاخذ راه غير لكم زعما لا ريميز انا راه غنحاول نقرب لكم باش تشوفوا لا ريميز كيفاش دايره وهنايا قلنا ماشي مشكل غندير الجوله غادي نجي نوريكم لي الريطا اللي كاينين ومن بعد غادي نشاركوا ديال هاد الريطا غادي نديرو شي صوره المهم تقريبا واحد 343 درهم ولكن ملي مشينا باش ناكلو لي غوطا ديالنا المذاق حيتو لي صوص حيتهم تقريبا كلو شي كلو غوطا ديالهم حنايا خلاص خدينا كاتسومو كليناها دابا هي دابا قول ديك بقى وخدينا الديسير المهم ملي تفاجئنا في الاخر ملي مشينا ناخدو الديسير لقينا انه سيرجولي كاتاستروفيك يعني النصيحة ديالي لكم إلا مشيتو لإيكيا ما تحاولوش تاكلو من تما لي ديسير كلهم سيغجولي الماكلة فاض ما فيها حتى طعم لا حتى حاجة لي بواسون ماشي ناتشوغيل يعني واحد إكسبيريونس لي هي ما زويناش بزاف المهم الجولة كانت زوينة ولكن الماكلة حالتها المهم أنا شاركت معاكم تجربتي نتمنى تشاركو معايا الآراء ديالكم.